أعزائي المشاهدين، طاب مساءكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدارات. مدارات هذا اليوم مع ضيف عزيز علينا، مع باحث وناقد أكاديمي مارس الكتابة الأدبية والإبداعية منذ شبابه أو مطلع شبابه، بداية شبابه، وما زال مستمرا وما زال يقدم عطاءه. ضيفنا اليوم الدكتور أو الأستاذ الدكتور منتصر عبد القادر الغضنفري. أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا على برنامج مدارات. أهلا وسهلا بك. شكرا دكتور فارس. أضواء على سيرة الأستاذ الدكتور منتصر عبد القادر رفيق الغضنفري، فهو من الموصل، من محلة عبد خوب، مواليد 1964. تخرج من كلية الآداب قسم اللغة العربية عام 86، وحصل على شهادة الماجستير عام 1990 وعلى الدكتوراه عام 1993. حصل على لقب الأستاذية عام 2006. عنوان رسالة الماجستير كانت الرحلة في شعر المتنبي، وكان راحلا مع صديقه وعزيزه كما يقول أبو الطيب المتنبي، وله أطروحة الدكتوراه بعنوان عناصر القصة في الشعر العباسي، وأيضا له وقفات مع صديقه أبي الطيب المتنبي. كان مقررا ورئيسا لقسم اللغة العربية من عام 2006 إلى 2009، كما رأس مجلة التربية والعلم المحكمة ما بين 2010 إلى 2014، وعمل رئيسا لتحرير التربية ومجلة التربية والعلم للعلوم الإنسانية المحكمة أيضا من 2014 إلى 2018. مارس أعمال إدارية كثيرة، وكلف بأعمال إدارية كثيرة، فعلى مستوى الوزارة رأس اللجنة التحضيرية لورشة العمل لمناهج اللغة العربية في الجامعات العراقية عام 2012، كما كان عضوا في اللجنة التحضيرية لتقديم التوصيات المنبثقة عن المؤتمرات والندوات التي تقيمها تشكيلات الوزارة. أما على مستوى الجامعة فقد رأس لجنة سلامة اللغة العربية لأعوام عديدة، وعمل على مع لجنة أرشفة القصة في الموصل، ورأس اللجنة المشرفة على مسابقة الفنون الإبداعية لطلبة الجامعة لأعوام عديدة، كما كان عضو لجنة اختبار الصلاح لصلاح الصلاح التدريس في الكليات ذات تخصصات الطبية لأعوام عديدة، وعضو لجنة المناهج الإنسانية والاجتماعية والشرعية، كما رأس اللجنة المشرفة على مسابقة الفنون الإبداعية الدورة 24 لأكثر من دورة، وكان عضوا في لجنة الحفاظ على سلامة اللغة العربية في عام 2014، كما رأس لجنة الترقيات في كلية العلوم الإسلامية. أما على مستوى الكلية فهو عضو لجنة إعداد دليل كلية التربية ولجنة دراسة شطر كلية التربية إلى كليتين، كما رأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الأول للغات عام 2011، وهو عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني عفوا للغات عام 2013، وله مواقف ومثل ما يقول المثل يعني تكاليف كثيرة في العمل الإداري. وأما في المجال الإبداعي فيمكن هذا أن نستعرض معه مجمل سيرته أو مسيرته الإبداعية إن شاء الله. فأهلا وسهلا بك دكتورنا الغالي ضيفا على مدارات. وأول ما نبدأ حديثنا اليوم هو رحلة البداية،
الولادة، النشأة، البيئة التي تربى فيها الدكتور منتصر الغضنفري. بسم الله الرحمن الرحيم. البداية كما أشرت حضرتك كانت عام 1964 في عبدخوب، لكن لم أعش في تلك المحلة سنين طوال، عشت فقط 5 سنوات ثم انتقلنا إلى مكان آخر. من أسرة تهتم بالتعليم وتهتم بالوظيفة، يؤخذ على أسرتنا آل الغضنفري، أو ما يؤخذ مما تمتاز به أسرة آل الغضنفري، أنها أسرة موظفين. بمعنى جدي كان موظف بالدولة العراقية، نعم، امتهنوا كثير من الوظائف، ما بين موظف، ما بين طبيب، ما بين أستاذ جامعي، ضابط إلى آخره. يعني من بداية الدولة العراقية. نعم، يعني حسب ما سمعت. والعثمانية. وقرأت منذ حكم الدولة العثمانية. أنا كما علمت أن أحد أجدادك كان في مجلس المبعوثان. ابن عم جدي والمدعو إبراهيم كمال الغضنفري، نعم، كان عضو مجلس المبعوثان التركي في العهد العثماني. في العهد العثماني كان أول مدير لدائرة الجمارك حين أسست، نعم، واللي وزارتين، يعني وزارة مرتين، نعم، تولى الوزارة في العهد الملكي، نعم، منهم الضابط يعني معروف في اللواء ياسين حسن، كان نائب، نعم، قائد القوات العراقية في حرب 48، نعم، في فلسطين. في فلسطين، نعم، نعم، ما شاء الله. جدي لأبي كان مدير واردات في المحافظة، نعم، تولى أكثر من إدارة. جدي لوالدتي اللي هو أيضا من آل الغضنفري، نعم، كان مدير مال في الدولة العراقية. من لفت انتباهي وحاولت أن أدرسه أن أغلب موظفينا، موظفي أسرتنا، في مجال الحسابات. في مجال الحسابات. يعني حاولت أدرس هاي المسألة. إلا منتصر الغضنفري. منتصر الغضنفري يعشق الأرقام لكنه لا يمتهنها. لا. يحبها من غير أن يمتهنها. يعني والدي الله يرحمه كان محاسب، يعني توفى، نعم، وهو محاسب شرطة مرور نينوى، نعم، أحد أعمامي كان مدير في وزارة المالية. يعني لو أعدد لك حوالي 15 بين محاسب ومدير حسابات ووظائف مالية في جميع مجالات الدولة العربية. إذن لابد أن يشكل الرقم في حياتك قضية. أنا مهووس بالأرقام، يعني أحبها وأعيشها من غير أن أمتهنها، فلهذا يعني للطرفة، نعم، أنه كبار السن عندنا كانوا إذا جلسون جلسة سمر أو يدون، نعم، يمتحنون أسئلتهم وزوغاتهم رياضيات. رياضيات. رياضيات، نعم. والدي كان يقيس، الله يرحمه، كان يقيس رحمة الله عليه ذكاء الواحد منا عبر درجته بمادة الرياضيات. أيضا بالرياضيات. أيضا بالرياضيات، نعم. إيه، وأبدعوا في مجال الحسابات. يعني أنا أذكر في بداية الثمانينات، نعم، وزير الداخلية زار الموصل، زار شرطة المرور وكرم والدي هدية خاصة. ما شاء الله. كرمه، وحتى أذكر الهدية، سيت من حقائب الدبلوماسية سامسونايت، أتذكر لحد الآن، وموجودة لحد هذا اليوم. نعم. موجودة لحد هذا اليوم، يعني اعتزازا، نعم، بها. وهذا الكلام من بداية الثمانينات. ما شاء الله. دكتور منتصر، إذن البيئة، نعم، البيئة تربية وتعليم، نعم، كانت، نعم، نعم، وكان للوالدين، نعم، أثر في حياتك. الكل كان يقرأ دكتور فارس، يعني أقل ما يمكن أن يقرأ هو الجرائد والمجلات، فتشوف البيت مملوء، هاي المجلات يقرأها والدي، هذه المجلات تقرأها والدتي، والدتي ربت بيت متعلمة، نعم. إحنا كأطفال كنا نقرأ مجلتي والمزمار وإلى آخره، نعم، وبعدين القصص إلى آخره. أن يكون الوالد متعلم والوالدة متعلمة تعطي حافز نعم، للأبناء أكيد أن يتفوقوا، نعم. فالحمد لله، يعني كانوا متابعين بهذه الناحية إلى حد التعب. إلى حد التعب. إلى حد التعب، يعني رحمهم الله. الله يسلمك. وغفر لهم إن شاء الله. اللهم آمين. الحقيقة يعني مهما يمكن أن يقال، نعم، لا يمكن أن نصل
إلى درجة الكمال في الوفاء. سبحان الله. نعم. نعم. لأنه نعم. قيم وأخلاق نعم. وتربية نعم. وتعليم نعم. وهذا هذا شيء ليس نعم. بالسهل، واليوم نحن نمارسه مع أولادنا الحمد لله. هذا دكتور منتصر، أنت طالب في الأعدادية في المتوسطة، بدأت عندك رحلة القراءة والكتابة؟ نحن عرفنا في البيت نعم، ولكن نعم كموهبة وهواية ورغبة. بدأت أولى خطواتي في الصف الرابع الأعدادي في السنة الدراسية بالضبط 79-80. نعم. مثلت الأعدادية الغربية في مهرجان الخطابة لتلك السنة اللي كانت تقيمه مديرية التربية. نعم. بإشراف مدرس اللغة العربية رحمه الله حازم النعمة رحمة الله عليه، وكان من المحكمين أستاذتنا الكبيرة حفظها الله الدكتورة بشرى البستاني، لها كل التحايا. ونلت في حينها جائزة تقديرية، كانت المشاركة الأولى ارتباك، بس كلمة كتبتها أنا وما زالت إلى اليوم موجودة يعني عندي. لم يكتبها أحد لك أبد، كتبتها. لأنه المعروف بأنه في هذه المسابقات الكلمة تكتب من كاتب خاص وتلقن تعطى ويحفظها المتسابق. كتبتها بقلمي، كانت عن العام الهجري الجديد حين ذاك. نعم. وألقيتها بنفسي وحصلت على جائزة تقديرية أتذكر ساعة يدوية. ما شاء الله. بالثمانين 81 بدأت الحرب العراقية الإيرانية، كان نشاطات شوية محدودة. في الصف السادس اشتركت أيضا بالخطابة وبمقال، يعني بخطبة كتبتها أنا بنفسي وألقيتها، وحصلت فيها على المرتبة الثانية على مستوى المحافظة. ما شاء الله. ومن باب الوفاء أن أقول، أذكر أن مدرس اللغة العربية في حينها أمد الله في عمره أستاذنا محمد حمدون. نعم. أخذني بسيارته من أعدادية عبد الرحمن الغافقي. نعم. بسيارته الخاصة، الله أعلم كانت لادة. نعم. أخذني بسيارته إلى قاعة الربيع، ألقيت خطبتي وأخذني عاد بي لأكمل اليوم الدراسي. يعني ما انشغلت ذاك اليوم. لا أخذني بسيارته. نعم. ألقيت الخطبة ورجعني على المدرسة أكمل الدوام. هذا يعني هؤلاء كملوا. نعم. الآباء اللي خارج البيت. هؤلاء. نعم. بالفعل آباء وكانوا ناصحين معنا في كل شيء، في قضايا التعليم، في قضايا التوجيه، في قضايا السلوك، في قضايا التربية. والله يا دكتور فارس إلى اليوم إذا يعني شاءت الأقدار أن أرى أحدا منهم والله أرتبك، أخاف كيف سأسلم عليه حياء. أكيد يعني أكيد. للمنزلة الكبيرة التي فرضوها علينا بأخلاقهم وبعلمهم. من باب الطرفة أحدهم يقول لي أن الطالب يأتي اليوم إلى الأستاذ أو الأستاذ يقول اليوم ما سلمت علي في يعني شوف العكس شلون يعني مع الأسف يعني هذا يعني سبحان هذه الله. نتيجة سبحان أيضا الله. يعني صار اختلال نعم. في موازين نعم. التوجيه والتربية والتعليم والتوجيه على كل المستويات من رياض الأطفال وإلى الجامعة. دكتور فارس أنا هذا الجيل اليوم يعني بكل سلبياته أنا أتألم له. من هو له؟ طبعاً يعني انشغل بأمور إحنا في وقتنا يعني ما كانت تشغلنا هذه الأمور، محدودة حياتنا. نعم. محدودة يعني أنا وأصدقائي كان يوم اللي نخرج من جو الدراسة نذهب إلى السينما إلى شارع الدواسة. اليوم ما عندهم هذا الشيء، نشوف فيلم. الآن هو مشغول بالدش ومشغول بالموبايل ومن غير رقابة. أنت تعرف بأن اليوم هو انطوائي، اليوم هو في عزلة. كثير منهم يعاني من التوحد. نعم. بشكل مباشر. التوحد مباشر. انتشر هذا مرض التوحد كثيرا عندنا في العراق. نعم. بسبب نعم. بسبب الموبايل والدش. الموبايل نعم. خاصة. نعم. ومهما تكن من سيطرة من الأهل أو من المدرسة أو فلا بد نعم تعبر أمور يعني نعم. لم يحسب لها حساب. إن شاء الله. الله العافية. نسأل الله العافية وأن تعود الأمور كما اللهم كانت آمين. وأحسن اللهم إن شاء الله. اللهم دكتورنا بعد هذه البدايات الأولى التي كانت في الأعدادية، أكملت الأعدادية وكان هدفك أنت
أن في كلية الآداب عندما قبلت على المركزي القبول أن تقبل في قسم اللغة الإنجليزية. الحقيقة الرغبة الأصلية كانت بس ما كانت متاحة بالموصل حينه، وكان مجتمعنا محدود أن أدرس السينما. ها يعني قبل هذا؟ قبل لا، هاي الرغبة داخلية. الرغبة الداخلية. السينما. نعم. حتى أظن في كلية الفنون الجميلة آنذاك بالثمانينات. نعم. بداية الثمانينات ما كان أكو سفراء سينما. نعم. فحتى إذا تدرس فنون جميلة لازم تسافر إلى بغداد. يعني كانت ظروفنا يعني الاجتماعي. لماذا السينما؟ لماذا السينما؟ أعشق السينما. ولماذا تعشق السينما؟ أعيش في أجواء حلم. نعم. يعني للطرفة كنت أحياناً أذهب حتى أجلس في صالة العرض. يعني أحياناً فيلم يجوز ما يعجبني بس حتى أجلس بالصالة. هذا كفين. كنت وحدك لو معك؟ بالمناسبات معي من الأقرباء والأصدقاء. نعم. بس ساعة التجليات وكذا أذهب حتى أجلس بالصالة. نعم. هذه الأجواء. فإذا كانت السينما تشكل لك. كان عندي دفتر صغير كل فيلم أشوفه. نعم. اسم الفيلم، المخرج، الممثلين، وبالصفحة المقابلة صور الممثلين. بس مع الأسف يعني مع الأيام. يعني كنت إلى الكتاب. إلى هذا هذه الرغبة وهذا الهوس بالسينما. نعم. فلم يتح لي ذلك بحكم أنه إحنا مجتمعنا يعني أبهاتنا عائلتنا من نوع شوية. نعم. منغلقين شوية يعني. نعم. فأنه السفر، فقلت إذن ألجأ إلى اللغة الإنجليزية بحكم أني أعتبر نفسي أتقن العربية. نعم. فأقوي. نعم. إمكاناتي في اللغة الإنجليزية، لكن القبول المركزي في حينه ودروس المفاضلة درجة اللغة العربية أعلى من اللغة الإنجليزية. نعم. فدخلت في مجالي يعني. نعم. في مجالي. نعم. والحمد لله أنجزنا ما استطعنا. قبل أن ننتقل إلى محطة أخرى أستميحك عذرا، لدينا فاصل قصير ونعود وإياك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود وإياكم ومع ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور منتصر الغضنفري. أعزائي المشاهدين، عدنا وإياكم ومع ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور منتصر الغضنفري لنكمل محطتنا هذه التي كنت تتحدث عنها، يعني والسينما والعشق ولكن العائلة. انتقلت بعد ذلك يعني في خضم الدراسة في قسم اللغة العربية إلى ممارسة هواياتي. ومن صف الثاني في كلية بدأت بالكتابة، كتابة الخواطر باتجاه، وبداية ما
ما أقول عمل صحفي أو يعني لقاءات مع زملاء مع أصدقاء من المبدعين آنذاك. أود أن أشير إلى أنه في وقتنا كان مسرح الجيف في الجامعة نشط جدا. نعم. وبينوا مجموعة من الشباب المبدعين. في إحدى السنوات بداية الثمانينات شاركوا مثلوا جامعة الموصل في مهرجان في الكويت. نعم. وحققوا نجاح، وبحكم صلتي بهم يعني كان أول لقاء أنشره لي مع أحد إداريي الوفد آنذاك وهو من الطلبة. نعم. كان اسمه عامر محمد شيت، موجود الآن وصديقي على الفيسبوك. نعم. وكنت لم أره من سنوات يعني. نعم. هذا أول لقاء صحفي أجريته. نعم. وخاطرة عاطفية في ملحق جريدة الحدباء آنذاك. هذا الكلام بداية الثمانينات. بداية يعني الثمانينات. 84-83. نعم. هذه واستمر ذلك. يعني استمر هذا معي إلى يوم الناس هذا. الكتابة يعني بدت خواطر ولقاءات صحفية. بعدين تحولت إلى كتابة المقالات الأدبية. وبدأت أشتغل النقد إن صح التعبير، اللي هو النقد الفني، مسلسلة، فيلم. نعم. والنقد التلفزيوني والسينما استمرت به إلى ما بعد التعيين، يعني إلى نهاية التسعينات. أكيد يعني دكتور السينما. الخلفية التي كانت عندك من خلال المشاهدة شكلت عندك ثقافة. زائدا المكتبة، أنا أيضا عندي مكتبة جيدة، مكتبة سينمائية وفنية جيدة. نعم. يعني عندي كتب مهمة من في الفن السينمائي خاصة. نعم. في الفن التلفزيوني زائدا المشاهدات، إذا كانت تجي مسرحية على الموصل. نعم. يعني طلعت من الدوام أنا بصف رابع كلية. نعم. إلى قاعة ابن الأثير حجزت على مسرحية ألف حكاية من سوق عكاظ. نعم. على أساس يجي مجموعة من النجوم الكبار، يعني طيب الصديقي. نعم. و لينا الباتع وسامي قفطان وكذا. فمن الدوام ذهبت إلى القاعة، حجزت ورجعت وكملت الدوام، العصر ذهبت لمشاهدة المسرحية. شاهدت المسرحية. شاهدت عدا المسرحيات الشعبية اللي كانت تجي تعرض بالموصل، المحطة وما إليها، يعني هذا الكلام منتصف الثمانينات. فيما بعد نتناول الحديث عن محاولات الكتابة السينمائية. دخلت كلية الآداب قسم اللغة العربية. نعم. ماذا تذكر من هذه المحطة؟ ولو لا أعتقد أن هناك شيء ينسى بها. يعني ممكن نتكلم ساعتين. نعم. يعني شيء بين أنه الأجواء، أساتذة كبار درسونا، يعني أسماءهم كانت ترعبنا، لهم كل التحايا الأحياء، رحم الله من غادرنا منهم وأمد. نعم. في عمر من بقي منهم. نعم. يعني لا تنسى محاضرات دكتور عمر الطالب رحمه الله. الله، لا تنسى محاضرات أحمد خطاب العمر رحمه الله، درسنا نحو ودرسنا عروض دورتنا لحد هذا اليوم، دفتر العروض صف ثاني كلية اللي كان يمليه علينا الدكتور أحمد خطاب العمر أرجع إليه في بعض. نعم. الأمور. نعم. لا ينسى الدكتور رحمه الله عبد الوهاب الكحلة. نعم. والدكتور سالم الحمداني، يعني أنا عليهم. أخشى أن أنسى أسماء والأحياء أحد. وأمد الله في عمر أستاذنا الدكتور عبد الوهاب العدواني، دكتور محي الدين توفيق، لهم كل التحايا. يعني نعم. تحية واحترام واعتراف بالجميل لهم جميعا. نعم. الجيل اللي بعد هذا، يعني جانا أحد الأساتذة مخلص ماجستير، هو ليس من الموصل، بعدين أقول لك اسمه، جاء دخل عندنا درسنا أدب إسلامي وظل سنة البعدة بالموصل والنقل إلى تكريت وكان ماجستير. لحد هذا اليوم أنا متواصل معه، هو أستاذنا الأستاذ الدكتور فائز طه عمر، له كل التحيات. يعني نعم. من ينشر لي شيء بالحدباء ينشر لي شيء بالحدباء، أغلفه وبالبريد تصلوا إلى تكريت أو إلى بغداد، أول مرة كان في بغداد. نعم. وتصلوا إلى تكريت. يعني بعدين ما تحدثنا عنهم لا يمكن أن نفي، يعني ما ممكن أن ننسى أستاذنا الدكتور إبراهيم جنداري، له كل أستاذنا الدكتور حسين يوسف، أستاذنا الدكتور علي كمال الدين، وأنا أعتذر إن نسيته. يعني ودكتورة بشرة، دكتورة بشرة البستاني، يعني قامة كانت علاقتنا إنسانية اجتماعية، لأني لم أنل شرف أن أدرس عليها يعني الحقيقة.
حقيقة. يعني دورتنا سبحان الله ما كان. ولكن هي من هي يعني. هي من هي ولم تنقطع. يعني أنا أحاول أذكر أسماء الطلع. في هذا اللقاء نعم. اعترافا بالجميل، ولكن ليعذرني من نسيت اسمه أو من سأنسى لهم اسمه. كل التحايا جميعا. أكملت الدراسة في كلية الآداب وكنت من الأوائل الحمد لله. نعم. وبعدها لم تفكر أنت في التعيين، يعني باعتباري ابن موظف. نعم. والدخل كان مستمر. نعم. يعني تقاعد زائدا حالة مادية لا بأس بها يعني في حينها الحمد لله. فأكملت الدراسة مباشرة وفق التعليمات المتاحة، تأدي حد معين من الخدمة العسكرية وتقدم. نعم. للماجستير. تدريب الأساس. التدريب الأساس في حينها. نعم. كملنا والحمد لله قبلت، وكانت بدأت الرحلة مع صديقي أبي الطيب المتنبي. في كل كلمة تقول صديقي أبي الطيب. أود أن أشير بدءاً دكتور فارس أنه بحث التخرج نعم كان أيضاً لأستاذي رحمه الله وأبي دكتور جليل رشيد رحمة الله يعني عليه. كان هو طالب دكتوراه في حين تعرفت إليه صف رابع يعني. نعم. نسبوني إليه للإشراف على بحث التخرج. نعم. وإذا به دكتور يعني كانت أطروحته للدكتوراه عن الاستعارة في شعر المتنبي. نعم. فأشرف علي بحث تخرج مديح المتنبي بين السيفيات والكافوريات. جميل جدا هذا الموضوع. نعم. نال امتياز. وفي الماجستير أردنا. نعم. أن نكمل نفس العنوان لكن تعليمات معينة. نعم. فاشتغلنا أكيد. على الرحلة في شعر المتنبي بإشرافه. وكيف وجدتها الرحلة؟ متعبة ممتعة. وهل رحلت معه؟ رحلت كثيرا. نعم. نفسيا وعقليا وفكريا وعاطفيا و إلى آخره. وصدق من قال عنه من علمائنا القدامى أنه من علمائنا القدامى أنه ينطق عن خواطر الناس. نعم. شغل أجيال. مالي الدنيا وشغل أجيال الناس. نعم. ملأ الدنيا وشغل الناس. لو جئنا بعدها أكملت الدكتوراه أيضا بعد. نعم. فترة. مباشرة أكملت الدكتوراه وكان عنوان البحث عناصر القصة في الشعر عناصر القصة في الشعر العباسي. أيضا قريب يعني أنت من المتنبي، لأنه من يدرس من المتنبي لا بد أن يدرس. نعم. شعراء العصر ولا بد. نعم. أن يدرس. ومنهم حاولت أن أجمع بين دراسة القصة ودراسة الشعر مكملا سلسلة بدأها قبل باحثون آخرون. شاهدت أنه مثلا هناك في وقتها تروح عن ملامح السرد القصصي في الشعر الجاهلي أو في الشعر العربي قبل الإسلام، ملامح السرد القصصي في الشعر الأندلسي، القصة والحكاية في الشعر عصر صدر الإسلام والعصر الأموي. فأكملت أنا يعني بعد أكملت هذه السلسلة عناصر القصة في الشعر العباسي. نعم. بإشراف أستاذ الله يرحمه الأستاذ الدكتور محمد قاسم مصطفى رحمة الله عليه. الحقيقة الرحلة مع في دراسة الشعر أو دراسة الأدب في العصر العباسي يعني صعبة، ليست سهلة أكيد، ولأنها أوضاع سياسية واجتماعية وفكرية. نعم. تفصيلات كثيرة. نعم. تفصيلات كثيرة. نعم. قد لم تمر بها دولة من الدول. نعم. أو عصر من العصور مثل ما مرت بها الدولة العباسية على مر عصورها أكثر من 500 سنة. نعم. خمس قرون. أكثر. نعم. من خمس. نعم. قرون. نعم. نأتي بعد أن أكملت فكرت بالتعيين. نعم. كيف وجدت هذا التعيين؟ أنت كنت بعيدا عنه. شاء رب العالمين أن يتيسر للتعيين في ظرف صعب وظرف الحصار الاقتصادي. نعم. بعد حرب الخليج، ما سمي بحرب الخليج الثانية وغزو الكويت وما إلى. نعم. ذلك. فعينت في وقت صعب. أود أن أشير إلى مسألة يعني وأرجو أن يستمع إليها أساتذتنا وإداريونا ومسؤولونا. تعينت بالصيف بشهر السابع 1993. رئيس القسم هو مشرفي على الدكتوراه، كان يحبني ويحترمني جدا. أنا متعين أول تعيين في حياتي ودكتور، فيكلفني بأن أستلم أن أجلس محل موظفة التعليم المجاني وأستلم الكتب من الطلبة
امتحانات الدورة الثانية. نعم. حقيقة صعقت، أنا جاي أستاذ يعني بعقل ذاك الوقت. نعم. جاي أستاذ أنت وحقد استلم يلا بالكتب المعمل الإحصائية إيش تستلم كتب وما إلى ذلك مع الأرقام، يعني أسقط في يدي بس مستحيل أقول لا، ما يعني أكيد استلمت الكتب كملت جردت. نعم. اجرد لي المكتبة، كانت في حين المكتبة صغيرة بس. نعم. أشنو في غرفته بس بيها يعني عشرات الكتب. نعم. أريد جرد وأريد ترتيب وأريد كذا، جردت المكتبة خلصت وصلت إلى إيش، وصلت إلى كذا، أحتاج معلومات من الأفراد، تنزل على الإدارة بالعمادة وتجمع لي المعلومات الآتية: القسم، تأسيسه، أساتذته، عدد طلبته لسنوات كذا. هذا الكلام اللي أحكي لحضرتك استغرق مني 5 أشهر ما بين يعني تعليم مجاني ومكتبة. نعم. وإدارة وروح وتعال. بعد أن كملت قال لي خلصت؟ قلت له نعم. قال لي الآن أصبحت مؤهل لأن تصير مقرر قسم، الآن اتعلمت كل شيء عن القسم، الآن تصير مقرر. مقرر قسم. مقرر قسم. فإذا هذا كله كان تمرين، يعني ما قبل صير مقرر. لا. لا عرفت حتى عدد الكتب التعليم المجاني لازم تعرفه، حتى عدد كتب المكتبة بالقسم لازم تعرفه، تاريخ تأسيس القسم منو صار رئيس قسم وكاش قد عدد طلبه. هسا الآن قال لي هسا تمسك مقرر قسم. في حين أدركت الحكمة من هذا العمل. اليوم غير موجود هذا، اليوم هذا التسلسل في العمل الإداري ما موجود. نعم. وهذا كله مثل يعني مثل المراحل التعليمية درجة. نعم. درجة. نعم. إلى أن يصل. يعني هل هذه المسألة دائما أنا أرويها؟ نعم. لأن بها حكمة، بها خبرة. تمسك منصب إداري لازم تكون عندك أوليات. هذه يعني هذا درس لن أنساه ما حييت، والدليل أنا أتحدث به. هذه حكمة المسؤول الإداري. أتحدث به بعد 28 سنة. ما شاء الله. يعني لك العمر الطويل إن شاء الله. نأتي إلى محطة أخرى دكتورنا العزيز، وهي الكتابة، الإبداع، البحوث، النشر. نعم. نبدأ. أنا كما أعرف عنك منذ سنوات بعيدة. نعم. أكثر من 20 سنة. نعم. أعرف منتصر الغضنفري، ملاصق له القصة القصيرة جدا. نعم. كيف بدأت وما هي قضية القصة القصيرة جدا في وقت لم تكن القصة القصيرة جدا منتشرة فيه، يعني خلينا نقول الثقافة المحلية؟ دكتور لن أبالغ ولن أنظر. نعم. سأقول ما يعني تجربتي الخاصة. نعم. أنا كتبت القصة القصيرة جدا، يعني ولا أعرف أنها يعني هذا الفن يسمى قصة قصيرة جدا، خاطر جال في ذهني كتبته وتكرر معي، سألت قرأته وإذا هو القصة القصيرة جدا، فبدأت أبحث عنه. وأذكر أن أول كتاب قرأته لأفهم ذلك كان كتاب القصة القصيرة جدا للدكتور أحمد جاسم الحسين. نعم. وأول مجموعة قرأتها كانت 99 قصيرة جدا لإحدى المبدعات، نسيت اسمها مع الأسف. ما شاء الله. الآن لك أنا وبدأتها متأخرا يعني نسبة إلى العمر وسنوات العمر. نعم. بدأتها في نهاية التسعينات. نعم. يعني لديك نفثات ومشتق قصص من نينوى، وهمهمات محاصرة، وعندك وماذا بعد. هذه كلها من إبداع منتصر الغضنفري. الحمد. تعطينا شيء عنها، فكرة عنها؟ قلت لك دكتور يعني أحيانا مشاركاتك يعني أنا أعرف بأنه كتب عنك في هذا دكتور المجال. دكتور كتب عني في مقالات صحفية، كتب عني إلكترونيا، وأول من كتب أمد الله في عمره أستاذنا الدكتور عماد الدين خليل له كل التحيات. كتب عني بحوث تخرج في كلية التربية والآداب. كنت من ضمن يعني كانت نصوصي من ضمن النصوص التي تمثل بها زميلنا الدكتور جا
جاسم خلف الياس في كتابه في كتابي نعم قصيرة جدا نعم أخونا وطالبي أعتز به جدا دكتور فيصل غازي أيضا نعم كتب بحث عن القصة القصيرة جدا واستشهد أو تمثل في قسم من نصوصي لكن آخر ما وصل إلي وتسلمته قبل أقل من شهر رسالة ماجستير نعم كتبت في الجزائر نعم عن مجموعة همهمات محاصرة كان عنوانها المعلن والمسكوت عنه في القصة العراقية القصيرة جدا ولم يكن لديك علم بهذا أنا كنت أهديت نسخة قبل 10 سنين هي صدرت همهمات محاصرة بال 2006 تقريبا نعم ففي حين كنت يعني شاركت في مؤتمر وأهديت نسخة إلى أحد الأصدقاء من الجزائر نعم يبدو أن هذه النسخة وصلت إلى أستاذة وطالبها نعم فأقام عليها هذه العنوان ونشرها مستلا مباركا لك الله يحفظك نشرها مستلا من الرسالة نفسها في مجلة هندية ناطقة بالعربية نعم. مجلة هندية نعم. محكمة والآن أن... تحكي دكتور اتصلت بي طالب الدكتوراه وتدريسية من جامعة كركوك نعم. أيضا تعد أطروح الدكتوراه عن القصة العراقية القصيرة جدا طلبت مني النصوص إن شاء الله وبعض ما كتب فزودتها إن شاء الله. قبل أن أنتقل إلى محطة أخرى أستمحك عذرا لدينا فاصل قصير ونعود وإياك إن شاء الله أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود وإياكم ومع ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور منتصر بضنفر أعزائي المشاهدين عدنا وإياكم ومع ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور منتصر الغضنفري نعود مرة أخرى ونكمل حديثنا عن الإبداع في مسيرة الأستاذ الدكتور منتصر أنا أعرف بأنه مجموعة ما شاء الله من الكتب هناك ما هو منفرد وهناك ما هو مشترك ماذا على مستوى المنفرد يمكن أن الحقيقة أنه المؤلفات انقسمت على قسمين المنفردة تمثلت حقيقة بإعادة طبع رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه وكذلك مجموعات أو مجموعة من البحوث التي اشتغلت عليها أثناء التقديم للترقيات أثناء العمل إلى آخره فجمعتها في كتب الحقيقة احنا من ننشر للترقية غالبا تنشر في مجلات صحيح نعم. أكاديمية ومحكمة لكن الاطلاع عليها قليل إلى حد ما نعم. فكان اجتهاد مني أن أجمع كل مجموعة من هذه البحوث في اتجاه التي يجمعها اتجاه نعم. معين إلى أن أصدرها في كتب فكانت هذه الكتب المنفردة كذلك عندي كتب مشتركة تتمثل في البحوث المشتركة نعم. بحوث أعتز بها سواء كانت مع زملاء أو مستلات من رسائل أكاديمية أو ما إلى ذلك فجمعت المهم منها نعم. لأنه أيضا في مجلات يعني قد تقرأ وقد لا تقرأ ونشرتها والحمد لله كل الكتب يعني 9 منها هي 10 9 نعم. منها منشورة خارج العراق نعم الكتاب المشترك عندي غير الأكاديمي من حيث التخصص العلمي نعم هو كتاب بحوث ندوة بغداد عاصمة الثقافة العربية في حينها كلفت من الأليكسو المنظمة العربية للتنمية نعم. والثقافة والعلوم بتبني إقامة ندوة بغداد عاصمة اللغة عاصمة الثقافة العربية نعم فخطبت وزارة الثقافة العراقية بتكليفي برئاسة اللجنة العلمية وكذلك اختيار الباحثين فوفقني الله إلى نعم. أن أجمع 6 باحثين 3 من العراق عدايا أنا أيضا نعم. اشتركت نعم. بعد وثلاثة باحث من العراق باحث من مصر الدكتور عمرو منير باحث في التاريخ والدكتور حسين عطوي باحث في اللغة العربية والإسلامية من لبنان
والدكتور أحمد رشراش باحث في اللغة من ليبيا. من ليبيا. وأساتذة من العراق، صديقنا الأستاذ موفق ويسي. نعم. في علم الاجتماع، الدكتور فاضل التميمي في النقد القديم من ديالة، من جامعة ديالة، دكتور سمير الخليل. ما شاء الله. من بغداد في الأدب الحديث، وكان الآخر الدكتور نسيت اسمه كذا الطيار. نعم. يعني بعدين أضيف يعني بحثه. فجمعنا ثمان بحوث، لاحظ اختلاف التخصصات حتى تختلف الكل ينظر من وجهته إلى مسألة عاصمة الثقافة العربية. يعني هي بغداد كانت عاصمة الثقافة، كان من المقرر أن يكون هناك أعتقد في السنة ليبيا السنة اللي بعدها. السنة نعم اللي بعدها. وكلفت أنت أيضا السنة اللي بعدها كان المفروض أن تكون طرابلس عاصمة الثقافة العربية بليبيا. بليبيا أحد المشاركين اللي هو الدكتور أحمد رشراش. رشراش. نعم. اللي شارك ببحث عندنا. نعم. لكن ظروف يعني بدت ظروف آنذاك ليبيا يعني بدأت، فما استطاع أن يحضر. حضر متى؟ هو ووكيل وزير الثقافة الليبي على حفل الختام. نعم. وليس على الندوة اللي اشترك بها. نعم. حضر حفل الختام، وهو ووكيل وزير الثقافة الليبي طلبوا مني بشكل شخصي مساعدتهم حين يعني يتم المصادقة، يتم المصادقة على مشروع طرابلس عاصمة الثقافة العربية، على أن أساعدهم في الترتيب والتحضير أن يستضيفوني هناك. ولكن المؤتمر بسبب ظروف ليبيا وما وظروف العراق بال2014. نعم 2014. ظروف البلد أنت كثير الحضور في والمشارك في المؤتمرات، والمؤتمرات عدل المحلية يعني. نعم. على مستوى المستوى العربي يعني مستوى دولي. نعم. نعم. عندي بالضبط لدي 30 مشاركة بين مؤتمر وندوة ورشة عمل داخل العراق وخارجه. ما شاء الله. في الموصل، تكريت، سامرة، زاخو، سليمانية، وخارج العراق عندي مشاركات في الأردن وفي لبنان وفي ماليزيا. في مصر شاركت في أحد المؤتمرات من غير بحث، يعني حضرت. نعم. نعم. المؤتمر في كلية دار العلوم. نعم. فالحمد لله، يعني أولاً رغبة في التعلم، فمن ظن أنه قد علم فقد جهل. ثانياً أنا أرفع اسم مدينتي واسم بلدي يعني. نعم. أيضاً كانت تهمني. أنت قرأت عن عمالقة الأدب العربي. نعم. والصدفة أنه التقيت بهم. نعم. وجلست معهم. نعم. على طاولة. نعم. البحث. نعم. يعني أنا أسمع عن العلامة رحمه الله ناصر الدين الأسد رحمة الله عليه، وإذا به رئيس الجلسة التي سألقي فيها بحثي في الجامعة الأردنية. ما شاء الله. كنت أسمع عن عالم اللغويات الدكتور رحمه الله كمال أحمد بشر. نعم. هذا وإذا بي ألتقي به العلماء في كلية دار العلوم، دخل ليلقي كلمة، صورت الكلمة أنا شخصيا صورتها، وبكى وهو يتحدث عن دار العلوم. نعم. هذا الكلام 2000 ويمكن 10 11. نعم. يعني إذا ما خانتني الذاكرة، إلى حد قبل 3 أشهر طلب مني معاون عميد، هم يسموه وكيل كلية. نعم. دار العلوم، أن أزودهم بهذه الكلمة لكمال أحمد بشر. رائع. لأن رائع. عندي أرخت ما لم يؤرخه حد بعد 10 سنوات. نعم. حتى كان صار عندي مشكلة بالبرنامج التسجيل، فحليت المشكلة تقنيا وأرسلته إليهم. نعم. أقرأ الصورة الكذا في شعر أبي تمام للدكتور عبد القادر الرباعي. نعم. وإذا بي ألتقي به وأحاوره. أسمع عن التاريخ يكتبه حتى أدباء فلسطين، حسين عطوان. نعم. وألتقي به وأحاوره. صديق الدكتور عمر عتيق. عمر عتيق أبو البلاغة. تحيات. نعم. نلتقي ونتحاور ونشترك قبل أشهر. هو معجب بالعراقيين للعلم، ويحب العراق والعراقيين. نعم. عمر عتيق، وكنت أنا في حوارات معه على التواصل. اشتركنا قبل أشهر في ندوة إلكترونية، حوار مع الدكتور عبد الله الغذامي. نعم. عن عبد الله الغذامي والمرأة. نعم. فكلف عدد من الباحثين بمناقشة الغذامي كما يقال أونلاين. نعم. ف
فاشتركنا، يعني كان من ضمن المشتركين أنا وصديقي الدكتور. وكيف وجدت الغزامي؟ عالم متواضع بغض النظر عن التفاصيل، يعني قد نعم. نختلف فكريا نعم. أو أكيد نتفق. أكيد هذا، لكن رجل متواضع نعم. ويسمع جيدا نعم، ولديه ما يقوله، يعني الرجل علم من الأعلام. يعني التقينا الحمد لله بما الدكتور عبد العالي أبو طيب المغربي، الدكتور حسن الأشقر، يعني أناس أعلام في بلادهم، وعلى الدكتور عبد الرحيم الكردي الرجل، يعني الدكتور أيمن ميدان، الحمد لله جمعتني بهم صداقات خاصة، دكتور حسن يوسف اللي هو عميد نعم. معهد دراسات الأفرو. لابد أن تشكل سويس. هذه اللقاءات يعني يا قد تكون صدفة وقد لا تكون صدفة، ولكن مهما كانت فهي بالنتيجة محصلة ثقافية علمية، ولن تنسى ولن تكرر. دكتور أفخر بكل تواضع، أفخر بتواضع أن استطعت أن أستقطب عدد من هذه الأقلام للنشر في مجلة التربية والعلم. يعني كان صار عندنا مؤتمر نعم، فأنا رئيس اللجنة التحضيرية وأنا رئيس تحرير المجلة نعم، فدعوت مجموعة من هذه الأسماء للمشاركة، أرسلوا لي البحوث، لكن الظروف حين ذاك لم تسمح لهم بالمجيء نعم. فصدر عدد يعني بمجلدين، مجلد كامل هو بحوث لباحثين عرب. هذا فخر، حتى أن منهم هذا فخر نعم. يعني أنا على الأقل أذكر اثنين منهم ترقوا ببحوث نشروها في مجلة التربية والعلم التي تصدرها جامعة الموصل، كلية التربية. كلية التربية، باحث من الجزائر وباحث من الأردن، يعني أنا أعلم جيدا. إذا كنا ترقوا عن طريق اليوم نعرف بأن من كبريات المجلات الأكاديمية المحكمة هي مجلات جزائرية تعود إلى عيدة، إلى مخبر اللغة العربية وإلى أكاديمية وكذا هذا. ولكن عندما تكون مثل مجلة كلية التربية بهذا المستوى العربي أو الانتشار العربي والدولي، بحق أننا نفخر بها. أنا ما في حق، وهذه بجهودك، لا نقول لأنك أنت دكتور يحق لي أو لا يحق، أنه المجلة نتيجة شطر الكلية نعم. التربية إلى كليتين إنسانية وعلوم صرفة، اضطر المسؤولون كذلك إلى أن شطر المجلة إن صح التعبير، فصارت مجلة إنسانية ومجلة علمية. التاريخ التأسيس و صار من حصة المجلة علوم الصرفة، فزملائي من استلموا المجلة فيما يخص الدراسات الإنسانية بدأوا من جديد. نعم بدأوا من جديد، أتمنى لهم التوفيق، نتمنى يعني لهم التوفيق إن شاء الله، يوفقهم الله لأن تكون المجلة آمين. أفضل وأفضل. دكتور منتصر، قبل أن أختم الحلقة هذه، أنت مارست العمل الأكاديمي إداريا وتدريسيا، ممكن أن تعطينا كلمة بكلام موجز عن الحمد لله والشكر. يعني درسنا خلال هذه ما يقارب العقود الثلاثة من الزمن، يعني درست كل ما كلفت به من مواد سواء بالتخصص الدقيق أو التخصص العام على مستوى الدراسات الأولية، كذلك على مستوى الدراسات العليا. الحمد لله أشرفت على 25 ما بين رسالة ماجستير وأطروحة الدكتوراه، أتممت مناقشة 50 ما بين، حتى أحد الأخبار كتبت أنه أكملت اليوم اليوبيل الذهبي للمناقشات، 50 رسالة وأطروحة ما شاء الله في موصل وجامعات عراقية، وهو أصل واجب إن شاء الله. يعني التدريس اليوبيل الماسي خلينا نقول إن شاء الله. الله يسلمك. نعم، كلمة أخيرة، أنا كما علمت بأنك حتى في البيت نعم هناك أجواء الدراسة نعم، يعني الدراسة الأكاديمية، وأنت متفاعل نعم في هذا الموضوع في البيت، يعني ما كافي بالجامعة حتى في البيت.
يعني لن أحرج ولن أستحي كما يقال أن أشير إلى أن رفيقة دربي وشريكة حياتي أم أولادي كان لها الدور الكبير في أن أتفرغ لها كل التحيات لهذا النتاج العلمي الذي وصل 10 كتب و4 مجامع قصصية، أن أسافر وأجول الدنيا. يعني لولا أنها تحملت العبء الأكبر لما استطعت ذلك. والأجمل من هذا أنها رغم هذه الظروف استطاعت أن تكمل رسالتها للماجستير ما شاء في درجة امتياز، والرسالة طبعت في أحد دور النشر الأردنية ونسمع يوميا عن انتشار طيب لها، فضلا وهذا ليس سرا يعني أنها لها إسهامات يعني في كتب مشتركة ستصدر ما شاء الله. إن شاء الله خارج الهام. هذا ما يفرح، يعني شعرية الخطاب السردي في الرواية، رواية الأسود يليق بك لأحلام استغانمي، و يعني ربما يساعد على هالأجواء أن الأب غضنفري والأم غضنفري والزوجة غضنفري، فالظاهر هذه على ما يبدو. نعم نعم، الحقيقة يعني الأجواء عندما تكون الحمد لله هنا بهذا المستوى الثقافي تكون متكافئة ويكون هناك التفاعل. يعني عندما ينشغل منتصر بالكتابة وتنشغل رفيقة دربه بالكتابة ما أحد يضجر من الآخر، وهذه أي نقطة مهمة. نعم، حتى على مستوى بل الأولاد بل قد يكون كل منكما سند للآخر في هذا. الحمد لله. نعم. الحمد لله، يعني مجرد توفير الأجواء للكتابة. نعم، يعني هاي بحد ذاته قد أحسدك يا لا أرجوك. منتصر يكفينا. ما شاء الله. ولكن ما أسمعه من زملائنا يقولون بأنه والله يعني هذه من نقعد هذا الأولاد والكذا يقولون عن هذا. الحمد لله الحمد لله، يعني نسأل الله العافية. أتمنى لك كل الخير لك ولرفيقة دربك ولبيتك وأولادك. الحديث شيق وجميل، سلمك الله، ونتمنى لو كان الوقت به فسحة أكبر، ولكن أزف الوقت كما لوح لي المخرج. فشكرا لك من القلب بكل ما تفضلت به، وتبقى ضيفا عزيزا على مدارات، ونتمنى لك مديد العمر والصحة والعافية ومزيدا من العطاء والإبداع المستمر. شكرا لك. شكرا لك أخي وصديقي دكتور فارس، شكرا لكل الشباب العاملين في البرنامج، شكرا لقناة الموصلية التي هي عيننا ولساننا، شكرا لكم جميعا، وعسى الله أن ننفع بما قدمنا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أعزائي المشاهدين، وبعد هذه الرحلة الممتعة مع ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور الباحث الأكاديمي منتصر الغضنفري، لا نقول لكم وداعا ولكن نقول إلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.